مع غروب الشمس تشرق آمال جديدة، ومع تحديات الحياة بنمر بمراحل صعبة كلها اختبارات لقوة تحملنا ولصدق إيماننا. وعلشان نتغلب على هالأوقات لازم نكون عيلة واحدة ونوقف جنب بعض وندعم اللي عندهم تحديات أكبر باللي منقدر عليه. بنحقق أحلام، بنرسم بسمة في أضخم برنامج مسابقات رمضان معنا أحلى. رمضان معنا أحلى برنامجك. أنا حاسس إن أنتوا إحنا بنينا الأهرامات وأنتوا عملتوا يا عمي. إحنا برنامج رمضان معنا أحلى والله، يعني ده يتساوى بالأهرامات والله يا عمي. القمر على شاشة عم تجمعنا، اشتقنا ورجعنا، بدنا العالم يسمعنا. رمضان معنا شو ليلى؟ رمضان معنا أحلى، حب ولمة أصحاب، عالأردني رجعنا ومعنا هدايا للأحباب. بيجمعنا بيفرحنا برمضان، خليكوا معنا، حب كبير هدايا كتير. رمضان معنا أحلى، طال شهر طال قمر، على شاشة عم تجمعنا، اشتقنا. اشتقنا رجعنا معنا هدايا كتير، حقق فكرة اليوم وبكرة والحلم بعده كبير. أحلى معنا معنا أحلى معنا معنا أحلى. رمضان قالوا معنا أحلى معنا أحلى كتير، عالأردنية والله رجعنا شاشة وبيت كبير. بجسد الطموح اللي ما بيوقف عند عمر أو عند أي عوائق. اتعرفوا معنا على الأسرة اللي فتحت لنا بيتها وقلبها لليوم، أسرة أبو منتصر. الشمس حتى بهمس بتدفي، يا رمز الخير يا حب الغير ساكن فيه، يا كل الجود ما له حدود بيديك. راسك فوق أردني يعلى فوق أردني، فيك الخير مثل الطير ما يهدي. بصدرك تطلع منك نار تكوي، والأمل لو كلمة حلوة بتكفي، والله النهر يشق الصخر ويروي، الجيد بفرح قلوب ويسقي. راسك فوق أردني يعلى فوق أردني، فيك الخير مثل الطير ما يهدي. Thank you.
المشاركة بفقرة على رأي المثل ارسل رقم الجواب الصحيح إلى الأرقام التالية: زين أورانج أمنيا إكسبرس 92366 ورمضان أكيد معنا أحلى. يا عيني يا عيني، أخيراً إجت الكهرباء. استعد يا زكي، رح نطلع على التلفزيون. أنا نجم. لا إحنا بنلف العالم كل يوم بلد. أنا النجم. لا أنا. لا أنا. لا أنا. المهم نعرف إحنا مين. إحنا وين. شد حيلك، بدنا نشتري الأغراض اللي بدنا إياها. ما تخاف حبيبي، ما بسكروا، هذا أهم سوق عربي. أنا عارف، بس بدنا نشترك بالسحب على الجوائز. أنا بدي أشتري خلوي. شو هالحلاوة هاي؟ تعال تنلف على الأقسام كلها وبعدين بتشتري الخلوي اللي بدك إياه. وبدي أشتري لابتوب كمان. بس نشوف الأكل بالأول. كل هاي شوكولاتة، ارحم نفسك يا رجل، ارحم نفسك، حرام عليك. شايف السيارة هاي يا مؤنس؟ اه. يا مصيبتي، هذه بتلف لحالها بالهواء. يا رب اربح السيارة يا رب. بدي خلوي 200 جيجا. بقول لك راح اربح الجائزة، بتقولي بدك تشتري خلوي، اشتري اللي بدك اياه يا اخي. طبعا حسدني على ال 200 جيجا، مش هيك؟ بسيط. الرقم الفائز بالسيارة رقم 11065. لا مستحيل، انا اللي لازم اربح السيارة، انا اشتريت شغلات كثيرة. اطلع بالرقم مليح يا اخي. زكي اشتريت خلوي من الاخر. انت وين كنت؟ كنت راح اربح السياره يا اخي. شو هالرقم الملزق بالعلبه؟ هذا رقم السحب يا بني ادم. 11065. اربحنا السياره يا مؤمن. احنا وين؟ فكركو احنا وين؟ بالامارات العربيه المتحده ولا بالسويد ولا ببلغاريا؟ للمشاركه بفقره احنا وين، ارسل رقم الاجابه الصحيحه على الارقام التاليه: زين 91183، أورانج إكسبريس أومنيا 92366، واربح العديد من الجوائز الكبرى، ورمضان معنا أحلى. هيا 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 هيا
طل القمر ونجوم من بعد غياب، نتلاقى كل يوم أصحاب وأحباب. رمضان معنا أحلى رجعنا من جديد، وجمعتنا بتحلى أكيد. خبينا ورا الباب هدايا كتير، شو مخبلنا الدولاب من ربح كبير. رمضان معنا أحلى رجعنا من جديد، وجمعتنا بتحلى أكيد. عالأردنية جينا ومعنا حب كبير، وجوائز منا راح تفرحكم كتير. طل القمر ونجوم من بعد غياب، نتلاقى كل يوم أصحاب وأحباب. رمضان معنا أحلى رجعنا من جديد، وجمعتنا بتحلى أكيد. رمضان معنا أحلى.